أشهد أن لا إله إلا الله، إن حسن الظن بالله عبادة قلبية جليلة لا يتم إيمان العبد إلا بها، وهو ما تقتضيه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن أحسن ظنه بالله آتاه الله إياه، ففي الحديث المتفق على صحته يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خير من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. ولئن كانت الحاجة إلى حسن الظن بالله مطلبًا في كل الأحوال فإنها حال المصائب والشدائد تعظم الحاجة وتتأكد. ففي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وفي تاريخ أمتنا الطويل أحداث جسام وواقعات عظام كشفها الله تعالى بالتوبة إليه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.